في موضوع آخر وتحت عنوان الكرامة، باش ينتظم المنتدى الاجتماعي الدولي بين 26 و 30 مارس 2013 اللي بدأت الأطراف المعنية عملية التحضير ليه. واليوم تم لقاء في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، تم فيه تقديم ملخص عمل اللجنة التنسيقية للمنتدى في الفترة الفارطة ورزنامة العمل خلال الفترة القادمة. في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل كان اليوم الملتقى الدولي التحضيري للمنتدى الاجتماعي الدولي اللي باش تحتضنه تونس الأول مرة في تاريخها، وين ينطلق في 26 ويتواصل حتى 30 مارس 2013 تحت عنوان الكرامة. نعتقد جازما أن اختيار تونس لعقد هذا المنتدى في هذا الظرف ما هو إلا دعم لشعار المؤتمر، لأنه شعار المنتدى الاجتماعي هو الكرامة، وبكل تأكيد الكرامة بكل ما تعنيه من عدالة اجتماعية وديمقراطية والتنمية وغيره. وخلال الاجتماع قدمت اللجنة التنسيقية آخر ما قامت به من تحذيرات على كل المستويات، منها التعبئة والترجمة، مع العمل على تحسين الموارد المالية باش يصير المنتدى في أحسن الظروف، والتركيز التام على تأطير الجامعيين بما أنه باش يكون في جامعة المنار. لجنة تنسيقية كما قال محدين تجمع كثير وكثير من الأطراف من المجتمع المدني التونسي ومن الحركة الاجتماعية التونسي. التنسيقية هذه فيها تقريبا 15 عضو. بعد التنسيقية اللي صار هو كونه وضعنا 9 لجان، ما فيش شك تركيبتهم خذت شوية وقت، جداول العمل متاعهم خذت شوية وقت لأنه أكثر المنظمات. وأكد توفيق بن عبد الله على عدم تأثير الوضع الأمني على سير المنتدى الاجتماعي، وأن الجيش عنده مساهمة كبيرة في المسألة هذه، وأكيد من غير ما ننساو الدور الهام للمرأة التونسية. كنسويات جزء لا يتجزأ مثل ما كنا من كل ما يحدث في البلاد وما يحدث في العالم، ونحن معنيات بإنجاح هذا الحدث في تونس من استقبال المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس، على أن يكون له بصمة مميزة لحضور النساء في تضامنهن وسعيهن لبناء مجتمع بديل لا يقصيهن تحت أي اعتبار كان. اجتماع اليوم ماله إلا خطوة ثانية بعد اجتماع المستير للتحضير المنتدى الاجتماعي الدولي اللي باش تتواصل متابعتنا ليه حتى انطلاقته، ومشاركة كبيرة من الجمعيات والمنظمات العربية والدولية.